تقع أول حديقة خصصت لركوب الدراجات على بعد 40 كيلومترا من ميدان التحرير، وبالتحديد على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي، حيث لاقت إقبالا كبيرا من المواطنين. هذا وتضم الحديقة أماكن لانتظار درجات ومتنزها واسعا ينقسم لعدة ملاعب رياضية مختلفة وبحيرات صناعية ومطاعم، ما جعلها مناسبة للتنزه ولقيادة الدراجات. رياضة الدراجات الهوائية في مصر أصبحت الآن على خريطة دولية بعد افتتاح أكبر كيان رياضي يقع على مساحة 210 فدادين. حديقة لاقت إعجاب الزائرين الذين جاءوا من أماكن بعيدة للاستمتاع بأوقاتهم، معربين عن سعادتهم بنشر ثقافة ركوب الدراجات وإنشاء أماكن مخصصة لها. طبعا المكان بيوفر ميزة مش موجودة في أي مكان تاني، يعني معظم الأولاد والأطفال بيحبوا طبعا ركوب العجل، بس طبعا المشكلة اللي موجودة يمكن في البلد ان مفيش مكان مناسب ومفيش مكان امان نقدر نكون مطمنين على اولادنا فيه ان هم يركبوا العجل. لكن لما عرفنا المكان ده وعرفنا ان هو بيوفر الميزة دي، طبعا ما ترددناش ان احنا نجيب كل الاولاد ونيجي هنا، علشان هي حاجة ممتعة بالنسبة لهم وفي نفس الوقت بتوفر عامل امان يعني بدرجة كبيرة، فيعني هم هيستمتعوا واحنا مش هنبقى قلقانين او خايفين عليهم. انا عرفته من الفيسبوك، دي اول مره نيجي، يعني احنا لسه بقى لنا مثلا نص ساعه او حاجه، فانا لسه بكتشف المكان، بس من واضح ان هو حاجه هيوج، يعني واسع جدا، وده بيبقى فيه اريحيه يعني، عشان بس ايه يعني بيبقى فيه برضو الخصوصيه لكل اسره او حاجه. انا جايب الاولاد كلهم. الدراجات رياضه جميله ما هياش منتشره في مصر، بس هي يعني ليها رواج وممكن تستثمر استثمار كويس، وطبعا غير بقى الفوائد للجسم. هو مكان جميل جدا، في خضره كتيره ورايق، وفي عجل رياضه حلوه وينفع الاطفال تطمن عليهم فيه. مسارات بطول 3 كيلومترات يبدا فيها الجميع صغارا وكبارا سباق الدراجات الهوائيه بكل امان وسط اجواء حماسيه. المكان تحفه وجميل جدا، وزائد اللي هو ما فيهوش اي مخاطر، ويعني في مساحه يعني ممكن اتنين ممكن تلاتة يعدوا في نفس الطريق. بلعب بالعجل، بطلع على المنزل وانزل، بتبقى حاجه فن قوي يعني. التراك كبير، ولما بعوز اروح في حته بروح براحتي، علشان الممشى كبير وكويس. ان هو تراك كبير وفي رياضات للعجل، ودي اكتر حاجه انا بحبها. المكان حلو لانه في مكان مساحه كبيره للعب العجل، مفيش عربيات ولا حد بيقول لنا لا ما تلعبش هنا ولا العب هنا، وانه ده مكان كبير انه الواحد ممكن يتدرب فيه بالعجل ويلعب فيه كتير. بصراحة المكان ده يعني في اي وقت في اي اجازة في اي حاجة اقول لهم انا عايز اروح المكان ده حلو قوي. رياضة الدراجات الهوائية تساعد في خلق مجتمعات واعية تحافظ على الصحة العامة وتبني جيلا جديدا واعيا باهمية ممارسة الرياضة. من الآن تستطيع أن تمارس رياضة ركوب الدراجات الهوائية في بيئة نظيفة وأجواء خضراء في واحدة من أكبر حدائق الدراجات في الشرق الأوسط، لأنها مغامرة تستحق التجربة. محمد الخطيب، النيل.